التنوع. في إطار الخطاب الفلسفي كثيراً ما نجد التنوع، لا سيما التنوع الأخلاقي والديني، يقدم على أساس أنه مشكلة، وهنالك وفرة من الكتب والمقالات الأكاديمية التي تهدف إلى حل المشاكل الناجمة عن هذا التنوع. فلماذا يعتقد بأن التنوع يثير مشاكل تتطلب حلاً فلسفياً؟ أساس المشكلة الفلسفية التي يثيرها التنوع ليس من الصعب كشفها بمجرد أن نبدأ بالتفكير في التنوع من وجهة نظر المعتقدات المختلفة في الأنظمة أو البيليف سيستم. من أجل إعادة صياغة كلمات برتناند راسل في كتابه لماذا أنا لست مسيحي في عام 1957، من المنطق أن يختلف الناس في معتقداتهم، وليس من الممكن لأكثر من شخص أن يكون على حق. لذلك إذا كان شخص واحد يحمل إشارة X وآخر لا يحمل إشارة X، فإنه من المنطقي أن يكون أحدهم على صواب. الآن دعونا نطبق نفس المبدأ على الأنظمة العقائدية. إذا كان هنالك نظامان عقائديان ويختلفان حول بعض المسائل، الوضع الأخلاقي مثلاً لقتل الأطفال، يمكن أن يكون أحدهم أكثر صواباً. هذا هو جوهر المشكلة الفلسفية الناتجة عن وجود تنوع في الأنظمة العقائدية، وهو مشكلة تتضاعف في مجموعة من الأنظمة الأخلاقية والدينية الموجودة اليوم، ناهيك عن تلك التي كانت موجودة في الماضي. ومن الواضح أن حل هذه المشكلة المنطقية يتطلب أكثر من اعتماد موقف إيجابي تجاه التنوع. ومع ذلك من الممكن أن يكون في موضع الجدل أن يكون التنوع ذو وظيفة اجتماعية في توليد عدداً لا يحصى من الابتكارات الإيجابية. فما هو علم الحساب الأريثماتيك إن لم يكن لدينا سوى مجموعة من المعرفة الأفضل من كل ثقافة لتقديمها؟ وما هي المدينة العالمية الحديثة غير العالم المتضمن داخل حدود مدينة بابل الحديثة بالمعنى السليم؟ هنالك خيار يمكن أن يتم ما بين تقديم هذا التنوع، تجنبه وإعاقته، أو من ناحية أخرى احتضانه والاستفادة منه بالفعل.